طب دلوقتي انا هعلمكم ازاي نستعمل الالوان الميتاليك اللي هي دي زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي احنا هناخده شوية صغيرين خالص بالفرشة. هستخدم فرشة 3-0 عشان انا عايزة ادخل في اماكن صغيرة خالص. هستعمل الفرشة دي. الوان الميتاليك دي بتتحط قبل الفرن عشان هي عبارة عن بودرة ومحتاجين ان هي تلزق في الصلصال الاول، وبعد كده بنبدأ ندخلها الفرن. لما بتدخل الفرن بتمسك اكتر. ودلوقتي انا هوريكم ازاي نستخدم الالوان اللي هي الباستيل. دلوقتي برضو انا هستخدم نفس الفرشة الصغيرة، هاخد منها اغمق لون من الاخضر. وهبدأ احط هنا كده في الخطوط دي. الالوان الباستل بتدي زي جمال للفروع اللي احنا بنعملوها، بتخلي كأنها 3D اكتر من ان هي تبقى سادة.
يعني ده الفرق ما بين المجين، الوان الباستل والوان الميتاليك فرقوا طبعا جدا بس. وبعد كده بنبدأ ندخلهم الفرن، وعلى حسب نوع الصلصال اذا كان بروتو او فيمو بيبقى مكتوب عليهم المدة اللي احنا هنحطها في الفرن. طبعا لازم نستخدم مقياس الحرارة علشان الشكل يطلع معانا سوا مظبوط. بس متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وقولي رأيكم في الكومنتات. مع السلامة.